حياتي مرتاحة. حبيت أنا حبيت قلبي خلاص وقفل عليها التربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبدأ فيديو جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس والكومنتات كتير عشان تعرف عن الفيديو الجاي، ولازم تعمل تصويت داخل 500 لايك. معاكم عبد النينجا، ويلا بينا نبدأ بقى الفيديو. فكرة الفيديو اللي هنجيب لكم نجيب لكم كده حاجة واخدة ترند، حاجة كده جامدة أوي يا كيسي، في أول الفيديو فأنتوا عارفين أنا قصدي أتكلم عن إيه. ترند جامد أوي 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 يا جدعان، بلاش نتكلم كتير ولا أشوف ترند، هجيب لكم مشاريع تيك توك على الأغنية دي. يلا مرتاحة حبيت أنا حبيت قلبي خلاص وقفل عليها التربة معاها بنسى أنا مين كنت مرتاحة حبيت أنا حبيت قلبي خلاص وقفل عليها التربة معاها بنسى أنا مين كنت مرتاحة حبيت أنا حبيت قلبي خلاص وقفل عليها التربة معاها بنسى أنا مين كنت مرتاحة حبيت أنا حبيت قلبي خلاص وقفل عليها التربة معاها بنسى أنا مين يا يعني سمعت الفيديو، الفيديو جامد قوي قوي قوي، لو عايزين جزء تاني او عايزين اي فيديو عن مين اكتب تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله اشوف ارد عليكم واعمله في اقرب وقت. واحنا كده خلصنا الفيديو، فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وفعل الجرس والكومنتات كتير عشان تعرف مع الفيديو الجاي، واللي هي تصويت داخل 500 لايك. لو انت عندك اي فيديو او عندك اي استفسار عن اي حاجه اكتب تحت في التعليقات او تواصلوا معايا على الانستا او واتساب. ومعاكم عبد الرجيم، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.